فَصَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى سعيا وفوق طون الأينك رسمي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرم ليلا إلى حرمي سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمام العفو سرى البدر في داج من الظلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي مولاي صلي وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم وقدماتك جميع الأنبياء بك والرسل تقدم مخدوم على خدمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تخترق السبع في موكب كنت فيه صاحب العلم مولاي صلي وسلم دائماً.
سابق من الدنو ولا مرقا لمستنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. كل سنة وانتوا طيبين. بمناسبة الإسراء والمعراج، الرحلة المعجزة مش بس في تفاصيلها وأحداثها، لأ، معجزة في كونها هي على مدار العصور بتأكد حقيقة الإيمان سواء بالغيب أو الشهادة. احنا مؤمنين بالله من غير ما نشوفه بعينينا، بس شايفين قدرته ومشيئته في الكون. مؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول من غير ما نشوفه. مؤمنين بالإسراء والمعراج كجزء من سيرة وحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غير ما نعيش لحظاتها معاه. وكفاية ان احنا نقول زي ما سيدنا أبو بكر الصديق ما قال: ان كان قد قال فقد صدق. من غير تفاصيل كتير. وبرحب بضيوفي الشيخ احمد المالكي من عنوان الازهر الشريف. اهلا بك. الله يخليك، ربنا يحفظك ويكرمك ويستر. كل عام وانتم بخير. برحب بالشيخ عبد الله الصادق والشيخ احمد ابو راس. الله يبارك فيك. وعلى الدف محمد الشعراوي، اهلا وسهلا بكم. كل سنه وانتم طيبين. فرقه ذكر للانشاد والمديح النبوي، وكل سنه وانتم طيبين ومنورنا النهارده. نورك الله. الله يبارك فيك. احنا طبعا بدانا الحلقه بالانشاد الجميل: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. ويوم جميل وفرحه جميله. والنهارده بقى، امبارح كانت ليله الاسراء والمعراج، والنهارده بقى اليوم الصباحيه ليله الاسراء والمعراج. الفرحه يعني الفرح بقى. صباحيه مباركه فعلا. والحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا، ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. اللهم إنا نشهد بأنك حق، وأن النبي حق، وأن معجزة الإسراء والمعراج حق. نؤمن بذلك ونشهد على ذلك، وآمنا بالله وآمنا برسوله وآمنا بالكتاب الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المعجزة كما تفضلت يا أستاذة دعاء هي معجزة مش حادثة، مش الناس ممكن تقلل من شأنها فتقول حادثة، لا، هي معجزة، ومعجزة كبرى فعلا، معجزة الإسراء والمعراج، حتى يتبين الصادق من الكاذب، حتى يتبين المؤمن من الذي فيه شك في إيمانه. حضرتك ذكرت مثال من الدروس اللي احنا بنستفيد بيها، لأن قصة الإسراء والمعراج هي قصة طويلة جدا، فصولها طويلة جدا، أحداث كثيرة جدا، لكن سبحان الله احنا بنبدأ نتلمس الدروس والعبر. من ضمن الدروس اللي انا بستفيد في قصة الإسراء والمعراج، اللي هو قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما ربنا تبارك وتعالى يأخذه في رحلة الإسراء والمعراج، رحلة أرضية ثم بعد ذلك رحلة سماوية، كان النبي بياخد على طول بالأسباب، الأخذ بالأسباب صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يا أستاذ دعاء ما قعدش في مكة وبيقول أنا لابد أن أحقق الإيمان في نفسي، آمن من آمن وكفر من كفر، ما قالش كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بلغ دعوته وبلغ ما أمره الله رب العالمين به، ثم بعد ذلك كان يعلوه الهم صلى الله عليه وآله وسلم، فانتقل بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم ويقول لابد أن أذهب أنا إلى عقر الناس في دارهم، فذهب رحلة أيضا كانت قبل رحلة إسراء المعراج، وهي رحلة الطائف. كان بياخد بالأسباب صلى الله عليه وآله وسلم ما يحقق الإيمان في نفسه وفي أهله فقط، وإنما أراد أن يحقق الإيمان أيضا وأن ينقل الدعوة إلى الآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. من الدروس المستفادة على طول جدا، وإحنا أول ما نطالع في قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، نرى وندرك أن الله رب العالمين ذكر المسجد الحرام ثم ذكر المسجد الأقصى ووصف المسجد الأقصى ولم يصف المسجد الحرام. مع عظم المسجد الحرام ومع أهميته ومع فضل المسجد الحرام، لكن الله رب العالمين وصف المسجد الأقصى، قال: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وإذا ما كان حوله مباركا
فإن المسجد الأقصى من باب أولى هو الذي منه البركة، وكأن ربنا سبحانه وتعالى يعطينا رسالة. يقول: من المسجد الحرام كان بداية الإسراء، والمسجد الأقصى كان منتهى الإسراء، فإذا فرط المسلمون في المنتهى أوشكوا أن يضيعوا في المبتدأ. فلذلك لابد من أهمية معرفة المسجد الحرام مع معرفة المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ما هو العابدين، وهو القبلة الأولى، وهو معراج النبي إلى السماوات العلى. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: وما القدس عند الله إلا كمكة، ولما ذهب فاتحا لم يذهب رضي الله تبارك وتعالى عنه ليفتح بلدا كما ذهب إلى بيت المقدس لأهمية هذا البيت العظيم. طيب نسمع بقى إنشاد، نسمع إيه؟ أعلمت من ركب البراك عتيمة. يلا بسم الله. صلى الله عليه وسلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، صلى الله عليه وسلم. يا رب بالمصطفى قاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أعلمت من راكب وتلاه جبريل الأمين نديما؟ أعلمت من ركب البراق وتلاه جبريل الأمين نديما، حتى سما فوق السماء قدوما، حتى سما فوق السماء قدوما، فدنا فكلم ربه تكليما، أسرى بك الله، أسرى بك الله، أسرى بك الله من حرم ليلا إلى حرم، لا الإنس تخشى ولا تخشى الشياطين، في القدس كن إمام المرسلين، وهم كانوا وراءك جمعا في المصلين، ثم ارتقيت إلى العرش منفردا، وعند وقد ودعك
جماله لا الشمس منه والبدور يا جماله ولا ظل له بل كان نور يا جماله لا الشمس منه والبدور يا جماله ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه يا جماله آه يا جماله وعطرها يبقى إذا مست أيدي يا جماله وكف المصطفى كالورد نادي يا جماله وعطرها يبقى إذا مست أيدي يا جماله وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا يا جماله آه يا جماله يا جماله سيدنا النبي يا وطيب منك لم تلد النساء يا جمال وأجمل منك لم تر قط عين وطيب منك لم تلد النساء يا جمال خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا جمال آه يا جمال يا جمال الله ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام جميل أخذ رسالة سريعة في 30 ثانية من الرسائل المهمة جدا الله عز وجل يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس أنا لما بكون نايم يا أستاذة دعاء وبقوم وأقول والله أنا رحت شفت البلد الفلانية وسافرت وبعدين رحت مكة وحجيت وبعدين طلعت على أمريكا وكل ده في المنام بقول لك انا حلمت عادي ولا ما فيش مشكله صح هتصدقي هتقولي ده حلم كويس وتمام وبتاع وما الى ذلك هل ده فتنه للناس لا عمره ما يكون فتنه للناس اذا فالرؤيه هنا مستحيل تكون رؤيه مناميه والا لما قال الله رب العالمين وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس اذا لابد ان تكون ايه رؤيه بصريه راى النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده صلى الله عليه واله وسلم وعرج به الى السماوات العلى اسري به بالروح والجسد وعرج به من بوابه السماء من المسجد الاقصى الى السماوات الى عرش الرحمن كل ده بالروح والايه بالروح والجسد الذي جعل الشمس تشرق من المشرق ثم اخر النهار نجد الشمس في المغرب وما بينهما مسافة يستحيل على البشر أن يقطعوها في يوم أو يومين أو ثلاثة فهو قادر على أن يأخذ بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة سماوية مباركة حتى يعني تفرض كمان الصلوات الخمس على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام يعني طبعا انا يعني مبسوطه جدا ان انتم منورينا النهارده في الحلقه والانشاد الجميل وربنا يكرمكم وهنسمع ايه دلوقتي هنسمع ان شاء الله احنا عاوزين نسمعكم انا مش عاوزين نتكلم حاضر ماشي اغلب الحلقه النهارده الشيخ احمد هتبقى انشاد وشوقا وشوقا الى لقياك رسول الله ان النهارده فرحانين بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنسمع بقى الاغنيه دي بعد كده نطلع يتيم
قلبه شمل البرايا، يتيم قلبه شمل البرايا وقد ضاقت بحالهم السهول، رقيق رقيق كالنسيم إذا استهلت به الوديان، قبله النخيل عميق ليس تدركه المعاني، سيدنا النبي عميق ليس تدركه المعاني، سموح في تودده جميل، وعذب رائع وعذب رائع في كل أمر وعذب رائع في كل أمر عظيم في مشاعره جليل، نجوم المالكين لها اختفاء، نجوم المالكين لها اختفاء، وليس لنجمه عنا أفول، وأبطال الدنا لهم زمان، وذكر المصطفى فينا يطول، هدانا للحقيقة حين ضاعت، هدانا للحقيقة حين ضاعت، وقد ضعنا وهام بنا الذهول، وأرشدنا بأن الدين يسر، وأرشدنا وأرشدنا بأن الدين يسر، وثوب الدين ملمسه خميل، وأن الدين أخلاق وعلم، وأن الحق بينهما يجول. أبا الزهراء فإني بجودي في مديحكم بخيل. سلطان الغيب الله حملي ثقيل الله، وإن
مشاهدينا وصلنا معاكم لفقره الخير اليوميه برعايه مؤسسه ابار وضيفنا الشيخ حازم جلال من علماء الازهر الشريف. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب. هذه الفرقه المباركه ربنا يبارك فيها ويحفظها. حضرتك الصحه والسلام ومشاركي الكريم. حلقتنا النهارده طبعا حلقه خاصه بمناسبه الاحتفال بيوم الاسراء والمعراج. انا مش عاوز اتكلم امبارح الليله والنهارده اليوم. انا مش عاوز اتكلم عاوز اسمع لكن اقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه كريم رسول الله والله أكرم فهل فقير بين الكريمين يحرم لا والذي خلق الأكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم مدح طه لا يضام. فرقة المباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم أمتعونا وشنفوا الآذان بمدح سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قلت مدح طه لا يضام الله الله على نور رسول الله
هذه الجملة المباركة من أنوار سيدنا مولانا رسول الله، لا يمكن أن يقف أحد أمام هذا النور المحمدي، هذا النور الذي قال فيه ربنا قال جاءكم من الله نور، ولم يكن ربنا قد خلق لكم نور، إنما قد جاءكم، فهو صلى الله عليه وسلم نور أضاء هذا الكون صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الذي جعل سيدنا حسان بن ثابت حينما اختبأ لكي يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته وفي بداية أمره، لما استأجروه قريش، وقف أمام هذا النور المحمدي متعجبا ولم يستطع، فقال لما نظرت إلى أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من نور طلعته، فلست أنظره إلا على قدري، فلست أنظره إلا على قدري. كذلك حتى الشاعر حينما عاش في سبحان الذي أسرى بعبده، ونحن في هذا الاحتفال المبارك بسيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكون كله في حالة استنفار يحتفي ويحتفل في هذه الليلة المباركة، نعلنها صراحة أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما عاش في هذا المعنى بعبده وفي صحبة جبريل الأمين، قال أكاد أنثم تربا تحت أرجل من مر بطيبة من شوقي ومن نهمي، أكاد حتى حديث الحب أنكره ما لم يكن فيه ذكر المصطفى العلمي. يا سيدي، هل أحب الناس سيدهم كما أحبك؟ لا والحق ملء فمي، أقسمت بالله ما بالقلب غيركم، الحب يا سيدي يجري هنا بدمي، محمد أنت نور النور في غسق، وأنت يا سيدي بدئي ومختتمي. صلى الله عليه وسلم. بعد الكلام الجميل ده نسمع انشاد جميل بقى. نسمع ايه؟ ايه العمل يا احمد؟ الله ماشي خالص. بس قبل طلعت قبل ايه العمل يا احمد، مولانا قال بتنشغل جمال جدا. الله يبارك فيك. تسمح لي بس يا استاذ العاء؟ اتفضل. عشان في الاذان بيهم. ماشي الله يبارك. اتفضل يا مولانا. أكاد ألثم تربا تحت أرجل من مر بطيبة من شوقي ومن نهمي، أكاد حتى حديث الحب أنكره ما أحب الناس سيدهم مثل ما نحبك، لا لا والحق ملء فمي، أقسمت بالله، أقسمت بالله، أقسمت بالله ما في القلب غيركم، الحب يا 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 سيدي، الحب يا سيدي يجري هنا هنا بدمي، محمد محمد أنت نور محمد أنت نور النور في غسق، وأنت يا سيدي بدء.
بدئي ومختتمي. إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه رسم ومعروف وموصوف، ولذلك وما لنا ألا نفرح بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قد فرح بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكون كله فرح بسيدنا رسول الله. هذه الرحلة كانت تسلية وطمأنة ولسيدنا رسول الله، فربنا قال له سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام البخاري: يحشر المرء مع من أحب. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا ليتنا نعيش عند هذا المعنى. سيدي يا رسول الله، يا سيدي أرج الحديث بسيرة المختار وتعطرت بأريجه أشعاري. يا سيدي هل أحب الناس سيدهم كما أحبك؟ لا والحق ملء فمي. أرج الحديث بسيرة المختار وتعطرت بأريجه أشعاري. أحب سيدي رسول الله؟ نعم. نفرح بسيدنا رسول الله؟ نعم. نعيش مع سيدنا رسول الله؟ نعم. نتمنى أن نرى رسول الله وأن نحيا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ونختم بقى حلقتنا بالإنشاد. عليه الصلاة وعليه السلام محمد نبينا الكريم الحليم رسول المحبة رسول السلام
تجلى عليه السميع العليم، عليه الصلاة عليه السلام، محمد نبينا الكريم الحليم، رسول المحبة رسول السلام، تجلى عليه السميع العليم. وأبدى في وصفه بأروع كلام، بعلمه حلم وخلقه العظيم، وقال له انت عندي فأعلى مقام، عليه الصلاة عليه السلام، عليه الصلاة عليه السلام، محمد نبينا الكريم الحليم، رسول المحبة رسول السلام، تجلى عليه السميع العليم. ما بنشي عليه غير سماحة ونور، يروق ويهدي اللي عمره ما راه، وجوه اللي صدره يساعي الأنام، عليه الصلاة عليه السلام، عليه الصلاة عليه السلام، محمد نبينا الكريم الحليم، رسول المحبة رسول السلام، تجلى عليه السميع العليم. وكان الرسول الحليم الصبور، بحلمه يقابل جميع الألام، ده بينا ده رحمة لكل الأنام، عليه الصلاة عليه السلام، عليه الصلاة عليه السلام، محمد نبينا الكريم الحليم، رسول المحبة رسول السلام، تجلى عليه السميع العليم. وقبر الخواطر بأحلى الكلام، يريح ويرضي وينهي الخصام، دي أخلاق نبينا رسول السلام، عليه الصلاة عليه السلام، عليه الصلاة عليه السلام، محمد نبينا الكريم الحليم، رسول المحبة رسول السلام، تجلى عليه السميع العليم.